خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عشر خص بها، خص نبينا بعشرة خصال لم يحتلم قط. احتلام أن يرى في المنام أن يأتي أهله، لم يحتلم قط، لأن الاحتلام من الشيطان والشيطان هو معصوم منه. ولا له ظلال، يمشي وليس له ظل، لأنه دائما الغمام يظله. والأرض ما يخرج منه تبتلع، إذا تبول لو جئت بعد ما تجد أثر، تبلعه الأرض ويبقى مكان يابس. والأرض ما يخرج منه تبتلع. أيضا الذباب لا ينزل عليه ولا على طعامه، يمتنع عنه، يفر منه. وذباب أمة ملعونة كلها، وكلها في النار في الحديث. وولد مختونا، هذه من خصائصه. ولا يماشيه أحد إلا طاله، لو جبت أطول شخص ويوقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم يصير قزم ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم أطول منه، وإذا جلس في مجلس يعلو يصير مرتفع. هذه من خصائص. ويرى من خلفه كما يرى من أمام، يشوف من وراء، هذه من خصائصه. يقول أيها الناس سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أرى من أمام. ودخل واحد من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فركع قبل أن يصل للصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة دعاه، قال ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله خشيت فوات الركعة. قال زادك الله حرصا ولا تعد. كيف شافه؟ من وراء.